أصحاب السعادة، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتشرف اليوم بالإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم والتعاون المشتركة لمشاريع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي القائمة وإنشاء مشاريع مشتركة للإنتاج الزراعي والحيواني بين كل من شركة جنان للاستثمار ممثلة في سعادة الشيخ محمد راشد العتيبة وسعادة محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي. كما نود الإعلان عن أول مشروع تعاون مشترك والذي سيكون في السودان للإنتاج الزراعي والحيواني بقيمة مبدئية 120 مليون دولار أمريكي. ونعلن أيضاً اليوم جنان للاستثمار شريك الاستثمار الحصري للمؤتمر العربي الثالث للاستثمار الزراعي والذي تنظمه الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في السودان في العاصمة الخرطوم 27-28 فبراير 2017 برعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير. تفضل.